وصل صوتك. نادي جمعة كلف لتشكيل حكومة في ظرف أسبوع من تاريخ اليوم. ولكن أطراف رفضت العملية هذه. هناك أطراف رفضت العملية، ولكن معظم المشاركين في الحوار الوطني قبلوا المقترح نتاع سي مهدي جمعة، وكلف مهدي جمعة لتشكيل هذا الموقف الرسمي للحوار الوطني وللرباعي الراعي للحوار الوطني. وفي ظرف أسبوع سيشكل السيد مهدي جمعة حكومته بعد التوافق مع كل الأطراف بطبيعة الحال، وهذا الرأي النهائي للرباعي الراعي للحوار. إن كانت هناك أطراف غادرت الحوار فنتمنى أن تعود إلى الحوار في أفضل وقت، لأنه هذا مستقبل البلاد وتتحمل مسؤولية. نحن في التحالف الديمقراطي سنساند رئيس الحكومة القادم السيد مهدي جمعة، وسندعمه من أجل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية وخاصة المشاكل الأمنية في بلادنا.